طيب هنا آخر ما وصلنا بعد ما الخاي يندشون يعني ذبحنا ما أدري إيش سوى. أتوقع إني رجعت للماضي بعد ما مات صديقي جاكي، فغالبا إني رجعت في الماضي، رجعت سنة 2023. ما أدري إيش في هذه ذكريات مين، ما أدري. أصعد على المسرح، حبك نار اسم المهمة يا ويلي. شوفوا ذا هامر 20 أغسطس 2023. طيب نروح نشوف المسرح لو سمحت وخر عشان ما نضاره. وخر. اوه هذا الممثل، اوكي قاعد العب فيه جوي. وخروا وخروا عني، وخروا عني، وخروا. السلام عليكم. اوه معي مسدس، يلا احلى فلة. أح. اوكي بدا الزحف. اخرج. اوكي بيترك الفرقة. طيب انها مهمتي انا، من يقرر من المتاخر ومن ليس متاخر. يلا يلا بنغلع. اوكي هنا توقع راح نخبط. اوكي اوكي في فوت. طيب انا ابغى اطلق. اوكي انا ماني قاعد اسوي اي شيء. استولي على السلاح، ابشر. القصف الحين، القصف. تعال تعال يا قلبي، دقيقة والشيء اللي طالعين لي. حلو، تعالوا تعالوا. يا سلام، الأمور طيبة. هنا هنا هنا، هذا الزاحف. حلو. تعال تعال، باقي حد؟ باقي ده. كل النفرات موت، كل النفرات موت. اوكي الحين بنهبط. يلا. يلا هذه الهوك حقتنا. هل العشب أخضر؟ هل تطير طيور؟ هل تأكل قطط الفئران؟ هل تتقوط الفئران؟ يلا تعال تعال. حلو. أح والله السلاح حلو. الإيم الإيم، ابلع. ألو طيب، والله سلاحه رهيب. طيب يلا الهوك حقتنا. اوكي فتح الباب ما شاء الله. يلا نزرع القنبلة. يلا يلا نفقع الحين. يلا هناك شيء اريد فعله. اوكي معانا 4 دقائق، ما ادري ايش بنسوي. اتوقع بنخلي القنبلة اقوى من كذا، راح نفجر المكان بالكامل. يرحم امك طلع السلاح. ابلع. حلو. هناك في هذا الورع، ابلع.
هنا. حلو. طيب الحين من هنا ابحث عن نقطة وصول إلى الشبكة. ورب العباد أنا خفت، أنا انفجعت. طيب في واحد شفته ورا، اطلع اطلع يا قلبي. اوكي طيب هنا. اوكي من هنا. لعبتي لعبة التهكير. انتظر تحميل الفيروس على الشبكة. يو بطيء. Do spiders spin webs? It's time we caught some flies. Thanks, Murph. Now, just for good measure. Holy cyber cow. We're on TV. Oh, احنا في التلفاز. It's evacuation ongoing after an unidentified terrorist manifesto threatening violence. The terrorists stating their desire to topple a monument to corporate colonialism. Night City's mayor Imbole Ebunike has issued a statement declaring that he will bring the full force of the law to bear in response to any act of terrorism. To our reporter on the scene at Arasaka Tower. Hopefully he can shed some light on the situation as events unfold. يلا اكتمل حقنا. يلا بسم الله مع السلامة. هذه اخرتها من منظمة ارهابية. اح هلا بي. آدم سماشر هذا الآل القوي اللي كان عند الإمبراطور. يا ويلي. كيف؟ إيش صار؟ إيش صار؟ يلا يلا يلا. هجت هجت هجت. احضر مسدسا. اذهب الى المروحي. هذا هو الاولي. Smasher. Told you Johnny boy. Told you I'd end you someday. انتظر نهاية اغلاق المنطقة. اوكي دخلنا الاسعاف. بس هذا في الماضي والله في الحاضر. Let us try once more. You associates, who are they? How do? Okay, هذا الممثل. Which terrorist organization do you belong to? مو شخصيتنا الرئيسية. How did you acquire fissile material? كيف حصلت على مواد انشطارية؟ والله يا كفوف صح. أنا أعرف هذا الرجل العجوز. هذا الإمبراطور. في تعذيب والله. Naze kono yona koto? Why did you do this? ليش سويت هذا؟ ليش فجرت البول؟ Bring an end to the madness, you freak. Hito wa usho tsuki, jibun jishin o azabuku. Daga shisha wa chiga. Okay, almeitin me kadhubun. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite usho wa tsukanai. عند وجهة نظر الشاعر. هاجيميرو. ما أدري إيش قاعدين يسوون فيه. بس شكله جيجي. قم بالإزالة. اوكي مكب نفايات البلدية عام 2077 اللي هو الوقت الحاضر في اللعبة. انقذ نفسك لعبتي. يلا يلا يلا. هذا شكل شخصيتي الرئيسية اللي هو فيه. حلو. لا والله مو حلو. Mm-hmm.
اوكي في نص جو. اوه هذا الخاين الكلب. طيب. Now listen dog. I have done exactly what you asked. So let's you and me figure this out. يا كلب انا ابغى اذبحه. لا. هذا الحارس حق الامبراطور. طيب اخذني معاه. بس خسارة انا والله كنت ابغى اذبح ذا. طيب الحين بيودين الولد الامبراطورة اللي ذبح ابوه ويبغى يحط التهمة فيني. رجعت الطاقة. يا رب ينقذوني. لا ما ابغى اساعده. هنا هنا. يلا انقلع اقلع. يا ليل جاء واحد جديد. هذا ايش اسوي فيه؟ وين رحت؟ يا ربي تعال تعال تعال. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. اوكي اقضى علي. هذا شكله بيساعدني. قاعد يحتضر. عملية جراحية. اشعر ان شيئا ما ليس صحيحا. Here's a ring, and I'm seeing shit. These hallucinations, describe okay. them to me. Blinding lights, it's loud. I'm on stage, and I almost can't breathe. I'm so damn full of hatred. And then I let it all out into a mic, and I realized it didn't help. I don't okay. feel any better. And then, promise not to laugh. I plant a bomb in Arasaka Tower. نفسه هذا هو اللي كان في الماضي. لقد قتلوني. They killed me, Vic. Never been so afraid. It was too real, even for a lucid dream. You weren't dreaming, V. Those were memories. Oh, ذيك ذكرياتي. There's a personality construct on that shard. Dreams you had were from his past. هل تريد أن تقول أن هناك إرهابي في رأسي؟ Mean to say there's an actual terrorist. Okay, شكلها ذكريات شخص معين ركبناها. That's right, Johnny Silverhand. اسمه جوني سيلفرهاند. At his crowning moment about 50 years ago. AHQ bombing. Heard of it? His doing. People say he was buried under the rubble. Okay, عشان الشريحة. كل هذه الذكريات عشان الشريحة. What's important right now? للمرة الأولى راك خائف. What is it? You. Don't got a lot of time left, kid. Say what now? شكو بيموت. Biochip. It's basically a bomb. Fuse lit already. You don't have much time. Okay. بقي لي بس يوم أعيش أو أسابيع أعيش أو بعدين أودع. Silverhand's construct is overriding your consciousness, gradually taking over your body until one day. Okay. الشريحة جابت فينا العيد. Gone. طيب. V.
It's important you get all this. ستعالجنا صحيح. Fix me up, right? Vic? If I could, I would, V. Believe me. But this is... Okay, ما يقدر. It's way beyond what I know how to do. You're the best of the best, Vic. Why can't you help me? صدمة عمر. You want the long story or the short? لما يجب ان اموت. I am going to die. That's what you're saying. Prove it. Deck shot you, right? The bullet damaged your chip slot and الحيوان لما اطلق علي النار ذاك. The biochip revived and short-circuited you. Started uploading data into your head. As far as it was concerned, your brain was an empty vessel that needed to be filled by the engram it was carrying. Empty vessel? But I'm right here. All of this is me. The shard doesn't read, it writes. Headache of yours? It's the biochip rewiring your neural pathways. Okay, بدينا في أمور صعبة الفهم. Doing away with the old. From where the shard's sitting, you, what's left, it's all a tumor that needs to be excised. ما الذي يمكن فعله؟ You've always come through for me. If there's nothing you can do to help me, then... Well, what the hell do I do? Tell me, please. Vic. I wish I knew, kid. Misty? You're asking too much from an old-timer like Vic. Okay. Come on, V. Let's get you home. العيد. Gotta get out of here, understand? يلا جاك. And I'll kill anyone who gets in my way. You included. هذا هو الشخص اللي عايش في راسي. يعني الحين شخصين في شخص واحد. اوكي. Need a smoke. Where'd you stash yours? يبغى سيجارة. كيف انا لو ادخن. Don't smoke. Then go out and get some. You just need one last one. Jesus fucking Christ, man. The fuck kind of joy toy are you supposed to be? Fucking ghost off. طيب قادر الشقة. يا ليل الويل. Who you work for? Start talking. Fuck. ايش فيه؟ fucking chip. Rip the thing out myself. No way. قاعد يعيش اوهام. اوكي اح I'll find a way. بينتهي. هذه الغاضية. Now like that. يا ليل البزة. اح I can feel it. Our minds touch on you. I'm like mold on fruit. اخرج من رأسي. Leave me alone. Get out. Just get the fuck out. Lead to the head. Only thing that will fix this. Hear me, asshole. A bullet to the fucking brain. خذ الدواء. Oh, fuck me. Oh.
طيب هذا المطعم اللي بقابل فيه تيكامورا انقذ حياتي وبيدلني ف ايش نسوي؟ الله طالب بيتزا. خلصت البيتزا. ماذا تريدين؟ الرجال يكبر يقول له ماذا تريدين؟ What do you actually want from me? To begin, you must tell me where to find Evelyn Barker. Evelyn, what's she to you? She and Yorino Barasaka had intimate relations. Okay, هي في علاقة مع يورينوبو ولد المبارطور. I'll have a word with her myself. She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone. Very far على الأغلب إنها شردت. حسنا هناك حياة علي إنقاذها هاي الحياة. Sorry I couldn't be of any help. Don't have any time to lose, so. Wait. Okay. يحتاجني. Yorinobu Arasaka must answer for this crime of patricide. يدري إنه ذبحه. Looking for justice in Night City. I seek revenge. Much more feasible here. I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees. يبغى دليل بس. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a merc? I have nothing better now. Also, I know no one here. And I am a fugitive. أنا الوحيد اللي شفت الجريمة ومعي جاكي. جاكي ودع فما باقي لنا. هل تريد أن تتهمي رومبو أمام منفذي أراساكا؟ So what? We stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a kin killer? That he murdered Saburo? We'll get the hearing before reasonable people in a neutral location. Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. Merely about getting the right people. المؤسسة نفسها هي اللي صنعت الشريعة فممكن انه تنقذني. طيب ما نوع الناس اللي تتحدث عن تعني هذا النوع دقيقة. You mean people like Anders Hellman? You know this name? How? Prep for the heist thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. Untrue. He's a pawn. I was thinking of one much more powerful. قاعد يفكر في واحد ثاني. Besides, Anders Hellman escaped to Arasaka, betrayed it. Okay. عندي شخصية راح. Actually, we just talked about some. سأجرب حظي مع إيفلين. مهندس الشريحة يعرف. بجرب حظي مع إيفلين باركر. Bit of luck. I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she will not manage to now. Honor among thieves. Ever heard of it? Yes. I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor, I believe. اللصوص ما عندهم شرف. Yorinobu Arasaka would agree, I'm sure. That Parker woman will not help me. Why are you? I would think about the plan B. هذا مسوي فاهم. مهندس الشريحة. Anders Hellman. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. And if that means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected from the company. Okay. I myself spent many days looking for him. He, what's the expression? Dropped off the face of the earth. Hellman, forever. Okay. عندنا شخصيتين الحين لازم نلاقيهم. باركر أو هيلمان. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. Okay. Till then, I guess. If by some miracle you find Hellman, please notify me. He and I have unfinished business. يجيب الله مطر. هيا جاك ذا. يلا حيو. Separate doubles and filth. In some ways, Night City never changes. Arasaka's still a despotic machine and the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue's still alive. هل نحن أصدقاء الآن؟ You know, you got some nerve. First you had to kill me, now you want to be my pal. Make like nothing happened. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. Okay, ترى ما حد يشوف إلا أنا. فلما أتحدث بصوت عالي يحسون إني مجنون. Changed my mind.
don't want you dead anymore. Go fuck yourself, dickwipe. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head. Wrestling okay. with your thoughts. حتى هو مو عاجبه الموضوع. Think we're even. And I've taken a step back, looked at things. Think we might be able to help each other. Okay. We could start with Rogue. Her and I go back to the store. يعني ممكن انه يساعدني. يمكنك مساعدتك من فضلك. It goes to Chris's past, asshole. Any friends you had are either dead or so old their memory's gone. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. Okay, so ماتوا الأسطورة. What do I say to her? Got a talking brain tumor claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even in okay, راح تفهم الموضوع لو قال لها الموضوع يعني بصراحة. Seeing your memories, gross. Rogue'll dance to any tune I play or just get us to the afterlife. There is no us. طيب الحين عندي مهمة جديدة لكن وصلت 20% من القصة هذه صراحة ما أدري إيش هي فإلى هنا صراحة خلاص راح أنهي الحلقة لعبت أكثر من ساعة فالمرة الجاية بإذن الله راح أتصل بجودي عشان أقدر ألقى إفلين فإفلين ممكن راح تساعدني في موضوع الشريحة هذه فإلى هنا يعطيكم ألف عافية نشوفكم بإذن الله في مقاطع جديدة يلا السلام عليكم.